مطعم 28 تحت العلاقات السياحية. راح نركب ونشوف في مر في الأزقة القديمة. السرة والله شيء مو طبيعي. طالع لوين السرة؟ هذا كله عشان نركب الترام 28. الترام ما ياخذ يمكن 10 أمبار، والله ألغينا الرحلة. ركبنا الترام 28 أخيرا. زعمين إذا كان مليان ما يوقف يمشي هدي. هذه جلسة فوق ركبتي الله يقلع بيس. هذا ترام يجي البرتغال يحصل انه بس ياخذ من المحطات غير المحطه الرئيسيه ما يكون زحمه. طبيعي انا بالبطاقه حقت الترام بالقطارات هذا اطلع فيه من ضمنها، واللي ما عنده لازم يدفع تقريبا 3.5 يورو. فخليها من ضمن الجوله انك تركبه بس من منطقه تكون يعني مش في الرئيسية، منطقة ثانية. أنا ذاك أمس ما قدرت أركبه، اليوم ركبناه. انتظر هذا الثاني. طالع واحد من هذا طلع للأنامس الأندلسية. هذه الربو آخر محطة للترام 28، وجابنا عند البنقال، حارة البنقال. هنروح هناك نتغدى عندهم، هاي من الله خير، نصلي المغرب والعشاء. حس كأنه طلع من المجهول هذا الترام. الترامات القديمة شوف للعين شغال حلو. عندهم من المواصلات رخيصة، يعني شوف بعشرة يورو تمام تعبي هذا الكرت، تشتري هذا الكرت بس بنص يورو. في هولندا بسبعة يورو، وأي مشوار حتركبه في هولندا بخمسة يورو بستة يورو.
هنا اليوم كامل بعشرة يورو وتركب جميع المواصلات، قطار، باص، مترو، كل شيء بهذا الكرت. الحين أنا قاعد أتنقل تمام لين بكرة، عندي لين الساعة 6 24 ساعة تمام، تتنقل بعشرة يورو وفي كمان 6 يورو زي كذا. ما شاء الله جسر حق قطار.